السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي أخواتي وكل المتتبعين والمتتبعات الوفيات لقناة هاجر بغض غير بيغلاج، أجدد الترحيب بكم في القناة وبجميع الأعضاء والأصدقاء الجدد اللي انضموا لنا. مرحبا بكل من كيشاهد القناة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. نتمنى إن شاء الله أن القناة تنال إعجابكم ويروق استحسانكم بالمحتوى المطروح. مرحبا بكم معايا في قناتكم، قناة اللي كتهتم بتعليم الطراز الرباطي باليد نبات بالإضافة لأعمال يدوية متنوعة. ان شاء الله اخوات الفيديو ديالنا ديال اليوم غيكون مخصص للتنبات على الجيلاتين، نزولا عند رغبه العديد من المتتبعات اللي طلبوا مني هذا النوع من الفيديوهات. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا مع بعض الموتيف ديال ورده على هذا الشكل. هذا كما كتلاحظوا المواد اللي غادي نحتاجو سهله وماشي مكلفه، ممكن انه اي اخت واخا ما تكونش سبق لها ونبتات ممكن انها تصوب هذا النوع ديال التنبات، وصراحه تقدر تاخذوه كمشروع مربح. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو ان شاء الله لتطبيق الخدمات ديالنا. لكن قبل ما نبداو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، ولا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك سبسكرايب ابوني، وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. على بركه الله ندوزو الخدمه ديالنا. على بركه الله اخوات، وغنبداو ان شاء الله الخدمه ديالنا. الموتيف اللي غادي نشتغلوا عليه هو هذا، عباره على ورده مع الوريقات ديالها. بالنسبه للورق ديال الجيلاتين فالثمن ديالو 40 درهم للمتر، وممكن تاخذوا القياس اللي بغيتو. كيكون في هذا الورق هذا جوج ديال الورقات اولا جوج ديال البلاستيكات، جهه اللي هي سميكه اولا غليظه اللي كيكون فيها الساق اللي غادي نلصقوا عليه، وجهه اللي كتكون رقيقه يعني عباره على بلاستيك رقيق شفاف اللي كنحيدو ملي كنبغيو نديرو الرشمه ديالنا. فاحنا ما كنتراصيوش على الجهه الرقيقه، وانما كنتراصيو على الجهه اللي غليظه. اذا على بركه الله غناخذ الرشمه ديالي وغادي نبدا نتراصي بكل سهوله، ما كنحتاج لا بابي كربون لا حتى شي حاجه، يعني كنعاود على الرشمه من الفوق مباشره. كما قلت لكم اخوات، هذا النوع ديال التنبات هو سهل وبسيط، وممكن لاي اخت واخا تكون ما عمرها ما نبتات تاخذو كمهنه اولا كمشروع بسيط براس مال اللي هو قليل. لان التنبات على الجيلاتين كنستعملوه في عده اشياء، بحال مثلا قفيطنات، جلالب، عبايات، ايضا في لي ساك لي بابوش. نقدروا نستعملوه ايضا على الشمعات. بالنسبه للاخوات اللي كيهتموا بالشمع اللي كيكون مزين ديال العروس، كيف ما نقدروا ايضا نستعملو كما قلت لكم في لي ساك. يعني صراحه ممكن نستعملوه في عده اشياء. مؤخرا شناه بكثره في لي شال اولا لي فولار باشكال بسيطه، بحال لي موتيف ديال شانيل، دولجي اند غابانا، لي موتيف اللي هما كثار متنوعين. كما قلت لكم راه ممكن انكم تاخذوه كمشروع مربح، لان المواد اللي كنخدموا بهم ماشي غاليين بزاف، في المستطاع ديال اي اخت انها تقتنيهم. بالنسبه للثمن ديال الجيلاتين فهو 40 درهم من المتر، وبالنسبه لحجر الهرم راه ممكن تاخذوه ابتداء من 5 دراهم. يعني 5 دراهم راه تقدروا تخدموا بها ماشي غير موتيف واحد، تقدروا تخدموا بها حتى 10 ديال لي موتيف، لانه ما كيدخلش يعني السلعه بزاف كما قلت لكم في المتناول للجميع. اذا كما كتلاحظوا كنتراسي الرشمه ديالي كامله، وانتم ممكن تستعملوا اي رشمه بغيتوا. انا فقط استعملت معكم هاد النوع ديال الرشمات لانه من بعد نقدر نستغلو نلصقو في جليلبات ديال بنيتات صغار. نتاكد فقط من الرشمه ديالي تكون متراسيه كامله مزيان، المكان اللي ما باينش فيه السيلو نولي نعاود عليه. اذا كما كتلاحظوا الرشمه اللي كنحصل عليها هي هذه. ممكن اخوات انكم تتراسيو الرشمه ديالكم بليزيست خاص، ومن بعد عاد تحيدوا عاد تقادوها بالمقص، وممكن ايضا انكم تقادوها بالمقص في البدايه. انا غادي نقادها بالمقص. حبيباتي اخواتي كما كتلاحظوا من بعد ما قديت الرشمه ديالي الشكل اللي كنحصل عليه هو هذا. دابا غادي ندوزو باش نتراصيوها
بليزيستراس، ممكن تعوضوه بالعقيق مهرس، ممكن انكم تعوضوه ايضا بالكانتير، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. لكن اللي شائع واللي متداول بكثره هو الخدمه بليزيستراس. كما كتلاحظوا كاين هاد الورقه اللي كتكون رقيقه، غادي نحيدوها وغادي نبداو نتراسيو الرشمه ديالنا. انا هنا غادي نستعمل ليزيستراس في قياس صغير، وانتم كيبقى لكم الاختيار على حسب باش بغيتو تخدموا. اذا غادي نتراسي الرشمه ديالي كامله بليزيستراس. ممكن تعتمدوا على المقص باش تقطعوا الرشمه ديالكم. هذا اللي كنخدم انا به فهو رقيق، يعني غير كنلويه كيتقطع، ما غاديش نحتاج انني نوظف المقص ديالي في الخدمه. اذا بهذا الشكل هذا غادي نتراسي الرشمه ديالي كامله. كما كتلاحظوا راه بسهوله كيتقطع معايا، ما كنحتاجش نوظف المقص. غير خاصكم اخوات تحاولوا ما امكن انكم تسرعوا، لانه الا يبس لكم الجيلاتين، يعني الا ضربوا شويه الريح ما كيبقاش يبغي يلصق مزيان، داكشي علاش لازم انكم تكونوا شويه اسرع. كما كتلاحظوا انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نلصق لي زيستراس على الطول ديال الرشمه ديالي كامله، وغادي نرجع لكم. حبيباتي اخواتي كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كملت التراساج ديال الرشمه ديالي كامله بليزيستراس، هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. وكما قلت لكم ممكن انكم تعوضوا ليزيستراس بالكانتيل، اولا ممكن تعوضوه بالعقيق مهرس وكذلك الزمرد. كيكفي انكم ديروا العقيق مهرس اولا الزمرد على شكل خيط وتتراسيو به. دابا غادي ندوزوا للمرحله المواليه وهي التلصاق ديال البيبي. انا تعمدت نخوي حجر الهرم هكا في صحن باش يبان لكم يعني الشكل ديالو مزيان. هو راه معروف يعني شي حاجه اللي متداوله كنخدموا بها بكثره، ماشي
بالضروره انا نخدمه بالبيبي فقط على الجيلاتين، ممكن ايضا ندخله في التنبات. وكان سبق لي وشاركت معكم موديل بالتنبات اللي استعملنا فيه كذلك حجر الهرم. بالنسبه اخوات لهذا الكميه اللي كتشوفوا عندي في هذا الصحن هذا هي فقط 5 دراهم، يعني كما قلت لكم راه ب5 دراهم ديال حجر الهرم اولا البيبي راه نقدروا نخدموا بزاف ديال لي موتيف. نتوما غادي تشوفوا ما غاديش نحتاج ندخل يعني كميه كثيره. قبل ما نبدا اخوات بالتلصاق ديال حجر الهرم في الوسط، انا غادي نستعمل حجيره بما انني عندي الموتيف ديال الورده، فغادي نستعمل حجره في الوسط ديال الرشمه ديالي. اذا كما كتلاحظوا دابا غادي ندوزو باش نلصقوا الحجر ديالنا. غادي نحاول ندير كميه ديال البيبي وكنبرك بصبعي. من بعد اخوات ملي كنسالي فاش كيبقاو ليا داك الفراغات اولا داك الاماكن خاويه ما بين الحجيرات، كنولي ناخد حبات ديال البيبي وكنلصقهم في الفراغات. ممكن ايضا انني نستعن بالكافيار اولا بلي بايت، الثمن ديالهم راه رخيص بزاف. بالنسبه لي بايت كنظن قريعه صغيره فيها يعني كميه كثيره اللي تقدروا تخدموا بها بزاف، فقط 2 دراهم كتباع عند اصحاب بيع لوازم المكياج. اذا بهذه الطريقه كنبقى نثبت حتى كنلصق الحجر ديالي. انا هنا غادي نستعمل 2 ديال الالوان في الوريقات، غادي ندخل اللون الاخضر وانتوما ممكن تستعملوا اللون اللي بغيتوا. الحجر ديال الهرم اولا البيبي راه متوفر في جميع الالوان، الحجم ديالو كيبقى هو نفسه يعني ما فيهش لي طاي قياس كبير وقياس صغير، نفس القياس فقط الالوان متوفرين بكثره يعني بجميع الالوان كما قلت لكم. كاين اللي فيه المات وكاين البغيون. صراحه شفت عده موديلات بحجر الهرم اللي زوينين بزاف عجبوني، يعني بالنسبه للامهات اللي باغيين يصوبوا جلبات البنيتات ديالهم وما يعني ما يقدروش انهم يستعملوا الطرز او التنبات. صراحه هاد التقنيه هادي غادي تغنيكم على الطرز او التنبات والمنظر ديالها كيجي جميل بزاف. اذا بهذا الشكل هذا كنكون لصقت الوسط ديال الورده ديالي. كما كتلاحظوا مازال عندي بعض الاماكن اللي هي فارغه، من بعد غادي نبقى ناخذ حبه بحبه ونلصق في الاماكن اللي خاويه. كما قلت لكم ممكن تستعملوا لي بايت اولا ممكن تستعملوا ايضا الكافيار. غادي ندوز باش نلصق الحجر ديالي على الوريقات. انا هنا غادي نستعمل اللون الاخضر، فقط كندير الحجر وكنثبت بيدي مزيان. بالنسبه اخوات لذاك الطريفات اللي كيبقاو شايطين صغيورين ديال الجيلاتين ملي كنطراسيو الرشمه ديالنا وكنقطعوها، فما نلوحوهمش، ممكن اننا نستغلوهم نخدمو دي موتيف صغار اللي نضيفوهم من بعد في الرشمه. يعني ماشي بالضروره ان الرشمه ديالنا تكون كامله قطعه واحده، راه ممكن تكون عباره على اجزاء ونثبتو في الثوب بالطريقه اللي بغينا ان شاء الله. من بعد غادي نشارك معكم الطريقه ديال التثبيت ديال الجيلاتين باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، غنخليوها ان شاء الله لفيديو اخر. اذا كما كتلاحظوا يعني في وقت وجيز نقدر نخدم موتيف كبير، ممكن انني في نهار واحد نبت قفطان كامل بالجيلاتين او جلابه. كما قلت لكم الاخوات اللي كيفكروا انهم يبداو واحد المشروع بمواد اللي هي بسيطه براس مال صغير فما يتردوش انهم يعني يبداو بهذه الطريقه هذه اولا بهذه التقنيه، لانه صراحه مربحه. كما قلت لكم راه ممكن ينبتوا لي بابوش داك البليغات، ممكن ينبتوا لي بوشيت اولا لي ساك صغيورين، كما ممكن ايضا ينبتوا القفاطن جليلبات الشماء وبزاف ديال الديكوراسيون اللي كنستعملوا فيه حجر الهرم. مؤخرا ولينا كنشوفوا بكثره في لي شال اللي كيتباعوا صراحه بثمن، ممكن اننا ناخذوا شال ديال ليكرا اولا الشال ديال القطن ب30 درهم، في حين فاش كتكون لاصقه فيه موتيف ديال جيلاتين يقدر يوصل الثمن ديالو حتى ل60 درهم. يعني راه ممكن اننا ناخذ حنا المواد ونبتو الشال ديالنا بالطريقه اللي بغينا. اذا تقريبا ساليت كما كتلاحظوا، هذا هو الشكل النهائي للورده. صراحه كيجي المنظر ديالها جميل بزاف. انا هنا سبق ليا صوبت ورده واحده اخرى، الفرق ما بيناتهم فقط في اللون ديال لي زيستراس اللي استعملت. هنا اعتمدت على لي زيستراس
الحجرات ديالو بويض، وهنا تمثل لي زيستراس الحجرات ديالو ا بي اولا في الدوري. اذا كما كتلاحظوا هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه. كما قلت لكم ممكن انني نستغلهم ونبت بهم جليلبات ديال بنيتات صغار. بالنسبه لهاد الطريفات اللي كيبقاو ليا ملي كنطراسي الرشمه ديالي، يعني داك الزوائد اللي كيبقاو في الورق ديال الجيلاتين بحال هكا، هما اللي كنصوب بهم هاد لي موتيف الصغار. نتمنى اخوات الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. شكرا لكم على المتابعه، شكرا للدعم والتشجيع. ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم اقتراحاتكم وارائكم، ولا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم، فما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر اشتراك سبسكرايب ابوني، وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر ودرس جديد. دمتم في امان الله والسلام عليكم.